السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هو استثنائي، هو يخص التحدي الذي وقع بين الأخ همامي والأخ بونا حول التعديل على الهيكس الخاص بالبيم إدنان. فكما تعلمون فوقع هناك سوء تفاهم بين الأخوين، ووقع هناك تحدي أن طلب الأخ همامي من حسن بالتعديل على الهيكس وإزالة كل معالم التي تدل على البيم فيما يخص الشاشة، يعني أن يختفي الشعار الذي يظهر عنوان الخاص باللوغاتيك وكذلك العداد. يعني هذا التحدي وقع نتيجة ادعاء بعض الأشخاص أن الجهاز الذي صنعه الأخ بونا هو جهاز مسروق من أحد المواقع وقام هو بتجميعه، فتم توضيح الأمر للأخ همامي لأن هناك من قال له بأن لديه ملفات هذا الجهاز، وأنتم تعرفون القصة الكاملة. فهذا الفيديو سأبين التعديل الذي قام به الأخ بونا على الهيكس الخاص بالبيم. فقام بإرسال الهيكس لي، وقمت بتجميع هذا اللوح هو الذي تبقى لدي، أردت أن أحتفظ به لنفسي، فقمت بتجميعه وسأجرب عليه. فكنت يعني سابقا سأقوم بهذا العمل لأن قد أرسل لي الهيكس منذ مدة، لكن قد تعطل لي الحاسوب ولظروف الصيف والمشاغل كثرة المشاغل فيه، فلهذا تأخرت قليلا. واليوم إن شاء الله سأبين لكم يعني التغيير الذي وقع هنا. الهيكس الخاص بالبيم العادي هنا، سأشغل الآن الجهاز كما تلاحظون فيرسيون 5 لوغاتيك، هنا العداد، بعدها التنين، الإعدادات، يعني هنا سيتين باور، ثم ديلاي، ثم الجراوند، ثم اللغة فيها الإنجليزية والتركية. يعني كما لاحظتم سأعيد تشغيل هنا بيم إثنان لوغاتيك، بعدها العداد، بعدها تظهر هاد خاصية ديال، ثم الجهاز الآن يعمل. سأقرب أي معدن هذا، يعني النسخة العادية هي هذه. الآن سأركب النسخة التي عدل عليها كما تلاحظون بي اكس مان، موقع مغاير، بليز ويت. تم التغيير هنا بقية الباتري كما هي، وهنا تم التغيير من تي الى ال، وهنا
FRE ثم FBE، كذلك تم تغييرهم. الجهاز شغال بشكل عادي، سأمرر. بالنسبة للقائمة 60 ديلاي جراند لونغ، في اللونغ تم إضافة اللغة الفرنسية عوض التركية. هنا الخروج من هنا أصبح باور مكتوبة بي دبليو ار، وهنا وضع يعني مكان ديلاي وضع اتونت، ثم تير يعني الجراوند، وهنا اللغة غيرها ل ال ان جي يعني لونغ. يعني لعبة في الهيتس كما أراد. هنا كذلك غير عند الضغط إلى ريزيت تظهر ديفو، يعني الرجوع إلى الإعدادات العادية. وهنا هنا الباتري باللغة الفرنسية، يعني هنا أصبحت بي وهنا أ. نرجعه إلى اللغة الإنجليزية. يعني هنا هو غير يعني بشكل عشوائي، لم يعني يحترم الأسماء كما هي. المهم أنه غير في الإعدادات. الملف يعني قريب من المعدن، لهذا هو يرن بهذا الشكل. يعني على العموم فهذا هو التغيير الذي قام به على مستوى الهيكس. سأعاود تشغيله من جديد. يعني بي هانتر، هنا بيكس مان، الموقع مخالف، بليز ويت. يعني على العموم فهذا هو الهيكس، وهذا هو موضوع التحدي الذي وقع ما بين الأخ مامي والأخ حسن بونا. نتمنى أن يكون الأخير، ولا نريد يعني المشاكل ما بين أن تقع هناك مشاكل ما بين الإخوة. فعلى العموم نحن نبقى إخوة عرب، لا داعي لي مزيد من التشاحنات والشحنات ويحمل واحد من الآخر. نتمنى أن ينتهي هذا الخصام، وهذا يعني دائما يقع هذه المشاكل بسبب بعض الأشخاص الذين يحملون الضغينة في قلوبهم من شخص آخر، و يقوم بتبليغ وإيصال كلام يعني لا أساس له من الصحة. فنتمنى التوفيق للأخ مامي، ونتمنى التوفيق للأخ حسن بونا كلا في مشواره. فالأخ حسن بونا اختار طريقه لوحده، فهو يعمل لوحده، لا يريد أن يعمل مع أي أحد، حتى أنا لم أعد أعمل معه. المهم كل واحد وأعماله ومشاغله اليومية. إذن هذا ما في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة أخرى هي أن هذا الهيكس، هناك هيكس روسي به العداد موقف يعني النو كونتر، هو منتشر لكن تظهر به يعني شعار خاص بهم، فقد رأيته مسبقا.
لمن يحتاجه يعني يكفي أن يبحث عن الهيكس الخاص بي البيم بي النو كونتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.